الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط مع ارتفاع أسعار النفط العالمي، وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار دولار و96 سنتا ليصل إلى 70 دولارا و77 سنتا للبرميل، فيما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار دولار و96 سنتا ليصل إلى 73 دولارا و32 سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار النفط العالمية مع تقييم الأسواق للتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط في مقابل الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية التي دفعت أسعار النفط للانخفاض بنحو 80 سنتا في الجلسة السابقة. ذكرت مصادر صحفية أن واردات الأردن من النفط العراقي خلال عام 2023 سجلت زيادة بأكثر من 55% مقارنة بالمستويات المسجلة في عام 2022، ما وفر جزءا كبيرا من احتياجات المملكة من الوقود. وبينت المصادر أن الكميات المفرغة من النفط الخام العراقي من موقع مستودع كركوك الحديث بالعراق في خزانات شركة مصفات النفط الأردنية في الزرقاء بلغت خلال العام الماضي نحو 3,813,000 برميل، مقارنة ب2,450,000 برميل في عام 2022. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 87% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 188 مليون دولار. وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي باع خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 212 مليون و932 ألف برميل، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار ذهبت للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية والبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبنفس السعر لكل دولار ذهبت بشكل نقدي. رفع البنك الدولي توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وحذر من أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة سيزيد من حالة عدم اليقين. وأكد البنك الدولي أنه بافتراض عدم تصاعد الصراع من المتوقع أن يزيد معدل النمو في المنطقة إلى 3.5% في عامي 2024 و2025 بعدما وصل إلى 1.9% في العام الماضي. واعتبر البنك أن الصراع المندلع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي وعلى مستوى السياسات في المنطقة، كما أدى إلى ضعف النشاط المرتبط بالسياحة لا سيما في البلدان المجاورة. أفادت وكالة بلومبرغ بأن الحكومات الغربية بحاجة لقروض ضخمة عبر إصدار سندات دين بقيمة 2,200,000,000,000,000 دولار خلال العام الجاري لسد العجز في موازناتها العامة. وأوضحت بلومبرغ أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستبدأ حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو بإغراق السوق بسندات الدين لسد الثغرات في حجم الإنفاق الحكومي. وقبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن.
جزيل اللقاء.